بات أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي أيقونة وثعلب الصفقات الحمراء الجديد ليكون الامتداد الحقيقي للمهندس عدلي القيعي صاحب التاريخ الطويل في هذا المجال. وارتبطت الجماهير الحمراء بأمير توفيق بعد أن نجح في إثبات جدارته بهذا المنصب الرفيع بعد أن ساعد الأهلي في الظفر بصفقات من العيار الثقيل، ليزيد من قناعة مسؤولي ناديه بأهمية ضخ كوادر شبابية جديدة لتأمين مستقبل قلعة الجزيرة. ولد أمير توفيق في 2 من أكتوبر 1985 بالقاهرة، حيث نشأ وترعرع على حب الأهلي وعشق الكرة. والتحق أمير توفيق بقطاع الناشئين في نادي هليوبوليس القريب من إقامة عائلته قبل أن يكمل عامه السابع، لكنه ظل يطارد حلمه حتى تحقق ذلك بالانضمام للأهلي عام 1996. لعب أمير توفيق في قطاع الناشئين وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2003 تحت القيادة الفنية للهولندي جوبن فرير. حاول الفتى الشاب حجز مكان له لكن الظروف لم تساعده، فاختار الرحيل إلى إسمنت السويس ثم الاتصالات ووادي دجلة. لعب أمير توفيق لجميع المنتخبات الوطنية من الشباب للناشئين ثم المنتخب الأولمبي، وضمه حسن شحاتة للمنتخب الأول عام 2007. لعبت الظروف والإصابات دورها في قتل موهبة أمير توفيق في حراسة المرمى فاعتزل كرة القدم. ورغم أن التوفيق تخلى عن أمير اللاعب لكنه بات اسما على مسمى بعد الاعتزال، فاتجه أمير توفيق إلى دراسة التسويق الرياضي وعمل مديرا للتسويق بالقلعة الحمراء عام 2014، ورحل ثم عاد من جديد للقلعة الحمراء ضمن مشروع عائلة الأهلي لتكوين كوادر شبابية لمستقبل القلعة الحمراء. خطف أمير توفيق الأنظار وتعلقت به الجماهير بعد نجاحه في تحدي كافة الظروف والتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل أليو ديانج وبدر بانون ومحمود كهربا وحسين الشحات وحمدي فتحي وغيرهم، بجانب السويسري ريني فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. أمير توفيق يكشف الكثير من الكواليس في الأشبال.